من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. تلاوت آیات 120 تا 127 سوره مبارکه انعام توسط جناب آقای سعید توسی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأحييناه وجعلنا له نورا، مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية حتى ما
الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم إلهي أجبل الآن دعانا إلهي أجبل الآن دعانا إلهي وترحم حضرانا وتقبل بقبول حسن رب دعانا وتقبل بقبول حسن رب دعانا إلهي أجب الآن دعانا